اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، واهم الارقام للنادي الاهلي في هذه المباراه. ازيك يا دكتور ومبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. الحمد لله رب العالمين، يعني الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري. التأهل لنص النهائي قدام فريق محترم جدا، فريق من يعني كان المفروض يكون نهائي مبكر، بس يعني نهائي ده نهائي مبكر للنهائي فعلا، يعني احسن فريقين حتى الان في البطوله الاهلي وصن داونز. بصراحه يمكن المباراه دي او الفتره اللي فاتت دي كلها اكدت بصراحه ان النادي الاهلي يا كابتن اسلام منظومه متكامله، منظومه مؤسسيه ولا اروع. بدءا من انت عندك ثلاث حاجات النهارده هم سر الفوز. اول حاجه مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب، بصراحه ان انت تتحمل المسؤوليه ان هو رغم ان الدكاتره بتحذره بان هو دايما يسافر عشان ظهره وعشان التعب اللي عنده، رغم كده ان هو بيسافر وبنشوفه حتى قبل المباراه بيسلم على اللعيبه وبيسلم على اللعيب واحد واحد وبيفكرهم يقول لهم زي ما يكون ايه، يعني عايز تشرفونا. دي حاجه مهمه جدا يعني اللي بيعمله كابتن محمود الخطيب، ان هو يسافر ويقعد كمان اسبوع، مش مسافر قبل المباراه بيوم ولا يومين، لا ده قاعد معاهم من يوم الاحد. نفس الكلام ده بالظبط اللي احنا بنشوفه النهارده، يعني اللي عمله كابتن محمود الخطيب برضه عمله في مباراه الهلال السوداني اللي هي كانت برضه مباراه صعبه وحصل فيها ضرب وحصل فيها احداث، ورغم الظروف اللي بيمر بيها والدكاتره بتحذره دايما بعدم السفر الا انه دايما بيسافر ورا الفرقه، ودايما بصراحه يعني اداره ولا اروع من بقياده كابتن محمود الخطيب. طبعا ماكس ده يمكن دي الصور دي كانت ايام الهلال السوداني كمان، لا دلوقتي لا اللي هي الاخيره دي الأخيرة الفيديو الثاني ده كان الهلال السوداني، اللي هي الفيديو اللي قبل كده كان من النهارده. فطبعا يعني بصراحه مجلس اداره محترم جدا، منظومه مؤسسيه ولا اروع. تحيه كبيره جدا لكابتن محمود الخطيب اللي دايما وقت الشده بتظهر معادن الرجال. وكابتن محمود الخطيب دايما بتلاقيه واقف وقت الصعاب. بصراحه الحاجه الثانيه الجهاز الفني بالكامل، بقى الجهاز الفني بالكامل سواء مدرب الحراس سواء الجهاز الاداري بقياده طبعا مدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ، سواء المدرب اللي ولا اروع ريني فايلر اللي بيرد على كل المشككين ان هو مش تفوقه محلل بس، لا ده انا تفوقي كمان افريقي. النهارده بيتعادل مع فرقه صن داونز في ملعبها وبيكسبها، بيرد على كل المشككين بصراحه بتكتيك ولا اروع. مش شرط ان انت تروح صن داونز تلعب وتفتح الملعب، لا المهم ايه النتيجه، من التاريخ هيفتكر ايه؟ زي النهارده النادي الاهلي بيوصل للمره ال 16 في نص النهائي لدوري ابطال افريقيا، هو النادي الاهلي كان صاحب الرقم القياسي قبل الماتش ب 15، بعد الماتش بقى 16. وبالتالي انت التاريخ بيتذكر مين اللي صعد. دي الحاجه المهمه جدا، تكتيك ولا اروع زي ما اتكلمنا قبل المباراه، قلنا ايه؟ قلنا هيلعب غير اول مره النهارده نشوف فايلر بطريقه دفاعيه، اول مره نشوفه بيلعب ب 4-3-2-1. اول مره نشوفه اللي هو بيلعب بثلاثه ارتكاز من بدايه المباراه يقفل المساحات، لان انت مش عايز تفتح المساحات قدام فريق زي صن داونز عندهم سرعات، ده كل لعبهم تمرير طولي، مش ممكن تمريرات طوليه وعرضيات واختراق من الاطراف. وبالتالي انت لازم تقفل المساحات في وسط ملعبك، تضيق المساحات. قلنا قبل المباراه ان هو بيعمل مثلثات، بدا بالثلاثه اللي هم عندهم سرعات قبل المباراه، سواء جيرالدو سواء اجاي سواء بادجي، اجاي بيعرف يقف على الكوره، واثنين عندهم سرعات سواء بادجي او جيرالدو. عشان ايه عمليه التحول؟ لان دايما كره القدم بثلاث مراحل، اول حاجه مرحله الدفاع هو عملها، النهارده المرحله الثانيه مرحله التحول السريع من الدفاع للهجوم اللي هي الهجمات المرتده من خلال الثلاثه اللي اختارهم اللي هم ايه عندهم السرعات، سواء جيرالدو سواء اجاييه سواء بادجي، عشان كده اختار الثلاثه الافارقه دول تحديدا. المرحله اللي بعد كده مرحله بقى الهجوم، واحنا بصراحه النهارده كنا ممكن نكسب، يعني في اخر 10 دقايق كنت ممكن تكسب كمان فريق صن داونز ديت على ملعبه، فكانت بصراحه حاجه تحسب للجهاز الفني بالكامل. الرقم 3 اللعيبه رجاله، وعدوا واوفوا. السنه اللي فاتت قالوا يا جماعه احنا هنوعد ان احنا هنجي لكم تاني، وفعلا هو وجالهم مباراه صن داونز واوفوا بالكلام. اذا الثلاث حاجات منظومه متكامله في النادي الاهلي، مجلس اداره ولا اروع، لاعبين ولا اروع، جهاز فني وجهاز اداري ولا اروع. لو بصينا يا كابتن اسلام على احصائيات الماتش النهارده، هو فايلر عمل ايه؟ ساب لك الاستحواذ لصن داونز، انا هقفل المساحات، هعمل مثلثات، هضيق المساحات على الاطراف. احمد فتحي بسم الله ما شاء الله لعيب من ارجل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. النهارده الاستحواذ عند صن داونز اعلى مننا 35% لصن داونز، 65 لصن داونز 35 للنادي الاهلي. طيب المحاولات 15 لصن داونز 11 للنادي الاهلي. التمريرات طبعا صن داونز اكتر عشان نسبه استحواذهم اكتر. طب ايه الارقام المميزه قوي للنادي الاهلي النهارده؟ النادي الاهلي فقد الكوره اقل من صن داونز، رغم ان المباراه على ملعب صن داونز، ورغم ان صن داونز هو اللي متعود على الملعب ده، ان النادي الاهلي فقد الكوره 140 مره بس، صن داونز فقد الكوره 159 مره. ده دليل ايه؟
ده الراجل ده خنقهم، خنق الفرقه دي حتى في اخر المباراه، ووصلوا لمرحله الياس في اخر نص ساعه. كان عمال يشوط موسيماني في الازايز تحته، عمال يشوط. ياس ده تكتيك ولا اروع من رينيه فايلر بصراحه، يستحق التحيه مدرب ولا اروع. يمكن فاز كمان بالتحامات، يمكن من زمان قوي ما شفتش النادي الاهلي بيكسب التحامات هوائيه بالرقم ده. 18 التحام هوائي مقابل 4 لصن داونز، 4 بس صن داونز كسبونا في التحامات، النادي الاهلي كسب 18 التحام هوائي. ايوه، فرقم بيأكد الروح والعزيمه اللي كانت موجوده عند اللعيبه. حتى الالتحامات الثنائيه 55 للنادي الاهلي 54 لصن داونز. فبالتالي النادي الاهلي النهارده قدم مباراه ولا اروع على مستوى الفريق. نيجي بقى لتحليل اداء اللاعبين. رجل المباراه بكل التاكيد محمد الشناوي، دايما بنقول تتويج للموسم اللي بيقدمه، وهو احسن حارس في مصر بصراحه. الحارس الكبير هو اللي بيصنع الفارق دايما لفرقته. محمد الشناوي ارقامه ايه بقى النهارده؟ عمل 6 انقاذ، منهم 4 من داخل الصندوق، 4 انسايد ذا بوكس. تمام، 6 انقاذ في مباراه زي دي، اذا ده حارس عظيم. بعد كده التمريرات الطوليه 33 تمريره طوليه، منهم 9 صح. استخدم البوكس يعني في عرضيه في كوره 1، وخرج صحيح على الكره العرضيه 1 اللي هي كان استخدم فيها البوكس. خروج خاطئ على العرضيه كان مره واحده بس. خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 9. فمحمد الشناوي ده رقم مهم جدا، التسعة ده 9 عشان يبعد يعمل الكفرج، رغم ان احنا كنا بنلعب دفاع منطقه، ولكن هو دايما كان بيخرج عشان يريح دفاعاته. ده حارس عنده ثقه بسم الله ما شاء الله. والانقاذ اللي هو كان في اول المباراه ده ممكن نعتبرها واحده من لقطات المباراه. أيوه، اللي هو في الدقيقه الاولانيه الانقاذ ده، معانا برده صورته، هنلاقي ان هو تصدى الانفراد، هم ناسيمينتو اللي هو المدافع البرازيلي وحش سرق وحش بسم الله ما شاء الله، وبيحضر الهجمه حلو جدا. سرق المدافعين عندنا وراح رايح. الشناوي طبعا توقيته في الخروج ولا اروع في المباراه دي، فممكن نعتبر لقطه تصدي محمد الشناوي للانفراد واحده من لقطات المباراه ان لم تكن لقطه المباراه. رقم 2 النهارده الجندي المجهول عمرو السوليه. عمرو السوليه ارقامه في 3 حاجات فيها اكثر. اول حاجه اكتر لاعب قطع الكوره من النادي الاهلي عمرو السوليه 17 مره. اكتر لاعب استعاد السكند بول 13 مره. خلي بالك حضرتك الارقام دي كان دايما ديانج هو اللي بيبقى فيها اعلى، النهارده السوليه اعلى في الحته دي. في ايه كمان؟ اكتر من فاز بالتحام ارضي عمرو السوليه 8 من 15. اكتر برضو هو فاز بالتحام هوائي 2 من 2، وكان ليه دور هجومي، صنع 2 فرصة وليه محاوله. هو راح في كوره في اخر الشوط الاول مع بادجي ولعبها لبادجي، دي برضو كان لو كانت اتحسبت له اسيست كان ممكن ينافس الشناوي على رجل المباراه لو كان برضو بالنسبه للارقام. ولكن عمرو السوليه بصراحه قدم مباراه كبيره، دور دفاعي مهم جدا وفي نفس الوقت دور هجومي ولا اروع. ايوه، رقم 3 في اللعيبه في تحليل اداء اللعيبه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ليه ارقام مميزه قوي في الدور الدفاعي. فاز ب4 التحام هوائي من 4، يعني الاربعه اللي دخل فيهم في الكرات العاليه فاز بيهم. والالتحام الارضي الثلاثه الالتحام الارضي من 3. اذا نسبه الفوز عند ياسر ابراهيم في الالتحامات 100%. ده لعيب راجل، لعيب عنده شخصيه النادي الاهلي. ومكسب الموسم ياسر ابراهيم بصراحه، ان انت لعيب كان على الدكه تجيبه وتحطه ويبقى اساسي ويبقى واحد من افضل المدافعين. ياسر ابراهيم كمان عمل بلوك في واحده، عمل عرضيه، احنا استعرضنا ارقامه، فاز ب4 التحام هوائي من 4، فاز ب3 التحام ارضي من 3، منع تسديده ومنع عرضيه. فنسبه فوز الالتحامات بتاعت ياسر ابراهيم كانت 100%. اذا رقم مميز جدا لياسر ابراهيم. رقم 4 احمد فتحي. احمد فتحي اكتر ليه رقم مميز، يعني احنا قلنا رقم مميز للشناوي ورقم مميز للسوليه ورقم مميز لياسر ابراهيم. رقم مميز لاحمد فتحي اكتر لاعب لمس الكره في الملعب في النادي الاهلي تحديدا 59 مره. ده بيأكد ان اللعيبه كانت بتبظيله عشان هو الاكثر خبره، هو القائد ليدر في وسط في النادي الاهلي. حتى كمان راح فايلر موديه في ارتكاز دفاعي في التغييره، رغم ان هو خلاص يعني من كتر المجهود انذار. وعنده انذار، لكن لعيب خبره، لعيب قائد. النادي الاهلي فعلا كان عنده قائد النهارده في الملعب وهو احمد فتحي. قطع الكره 15 مره برده وصنع فرصه. تمام، ده بالنسبه لاحمد فتحي. ايوه، رقم 5 اليو بادجي. تمام، الناس بتقول دور اليو بادجي ايه النهارده؟ كان رائع النهارده، كان رائع في الالتحامات الهوائيه. بالظبط، فاز اكتر لاعب فاز بالتحامات هوائيه اليو بادجي، فاز ب6 التحامات هوائيه من 8 وفاز ب4 من 8. هو لعيب هجام، بتدي له الكوره بتقدر تطلع عليه وكل الالتحامات الهوائيه بياخدها، راح على الجون محاولتين، واحده منهم صح. واحده في واحده هيجي بادجي مع مباريات الدوري. خلي بال حضرتك ايه، ان انت عندك شهرين عقبال لما تيجي في شهر 5. تمام، فلما تكسب واحد زي بادجي في المباريات الجايه ويسجل وياخد الثقه هتفرق جدا. تمام، نيجي بقى لاليو ديانج. اليو ديانج ليه برده رقم مميز، فاز ب6 التحامات ارضيه من 7
ده الرقم. يبقى احنا قلنا الرقم المميز في كل واحد. اليو ديانج ليه رقم مميز جدا، فاز بسبع التحامات ارضيه من سبعه. رامي ربيعه ما ننساهوش، قطع الكره 16 مره، قدم برده دور مميز جدا. محمود متولي في وسط الملعب قدم مباراه جيده عشان يغلق العمق اللي احنا اتكلمنا عليه قبل المباراه. التغييرات يمكن هو كان فكره ان انا جرالدو تعب واتصاب، فراح منزل الشحات عشان يقفل الايه الجبهه اليمين. بعد كده برده لما دخل فتحي في وسط الملعب ونزل محمد هاني كباك رايت، احمد فتحي بدا جوكر، لعيب جوكر ولعيب بتلعبه في اي حته ولعيب قائد. شوف جون احمد فتحي بقى، فكرني برده نبقى نقول للفايلر عايزين نلعبه جون. هو يلعب في كل حته بصراحه، لعيب جامد جدا. برده ايمن اشرف لما نزل اغلق الجبهه عشان اراحه علي معلول. فانت عندك اكتر من لاعب بيلعب في اكتر من مكان، دي ميزه جدا لاي بتديها لاي مدرب. وبرده يحسب لريني فايلر ان هو تكتيك المباراه كله ان انت مش هتعرف تخترقني. ازاي مش هتعرف تخترقني؟ ده رمى له الاتوبيس ورا، النادي الاهلي النهارده كان رامي الاتوبيس ورا وانت مش هتعرف تخترق لا من العمق ولا من الاطراف. حتى الجون اللي جاي جه من سهوه كده بعد الهدف، ولعب زي ما قلنا قبل المباراه على ايه؟ ان انا احاول اخلص الماتش في اول 20 دقيقه اجيب جون من ضربه ثابته. احنا استعرضنا الضربه الثابته برده والجون جه من ضربه ثابته من خلال ريني فايلر، ده كان فكره. تمام. ان انا عايز اسرق صن داونز بهدف، اقتل الماتش من خلال ضربة ثابتة أو من هجمة مرتدة من خلال السرعات. وفي نفس الوقت اللعيبة لازم كل واحد يلتزم بالمان بتاعه ويرجع ويعمل عملية البلوك والمثلثات، ثلاثة على الجنب ده وثلاثة على الجنب ده ومتولع على الجنب ده. أكيد يعني لو في بعض الأخطاء مثلا في التمريرات الطولية أو حاجة، ده أنت بتلعب منافس محترم جدا زي صن داونز. لما يبقى في تمريرة هنا أو هنا أو لعبة أو كده، أنت بتلعب منافس محترم جدا. وأعتقد إن كده كان نهاية مبكر ما بين النادي الأهلي وصن داونز. وبإذن الله مع عودة رمضان صبحي في الشهرين الجايين، مع عودة كهربا بإذن الله، ربما يرجع لنا حمدي فتحي في الفترة الجاية في الشهرين الجايين. أنت هتلعب في 1/5 في شهر رمضان مع الفايز من الوداد والنجم، كل الحاجات دي هتديك تقول أكتر. وأعتقد إن النادي الأهلي بمشيئة الله هو المرشح الأول لللقب بإذن الله يعني. يا رب إن شاء الله. إذن محمد الشناوي يستحق أن يكون بالفعل هو نجم هذا اللقاء، وبالارقام ايضا. بالارقام طبعا بالنسبه للعيبه محمد الشناوي، لكن بصراحه المنظومه كامله، سواء مجلس اداره، سواء اللعيبه، سواء الجهاز الفني. وبعد كل ده الحقيقه الضغط اللي اتعمل خلال الفتره الاخيره، وانا قلت لحضراتكم الكلام ده يوم الاربعاء اللي فات، قلت لكم ان بكاري جسامه هيعمل واحده من افضل المباريات اللي كان او من المفترض ان هو يعملها. الحمد لله خلال اسبوع او 10 ايام منذ الاعلان عن بكاري جسامه، والكل بيضغط في هذا الاتجاه لانه بالفعل حكم جيد، ورجع بقى لاسلوبه الطبيعي او لاسلوبه العادي اللي هو احنا محتاجين عداله تحكيميه، ووسط العداله التحكيميه الاهلي بيفوز ويصل الى الدور قبل النهائي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا والف مبروك للنادي الاهلي، وبالتوفيق باذن الله في اللي جاي باذن الله. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، الف مبروك لمجلس ادارته، الف مبروك لكل اللاعبين الابطال الذين يستحقون كل الثناء الحقيقه في مباراه اليوم. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، كنا قاسيين جدا على اللاعبين في الموسم الماضي في نفس هذا التوقيت مع نفس هذا الفريق، ولكن اليوم لعبوا النادي الأهلي يستحقون كل التحية وكل الثناء، كلهم رجالة، كلهم لعبوا بروح الفانيلا الحمراء. عموما تستمر أفراح قناة النادي الأهلي من خلال الأهلي الليلة. الأهلي الليلة بعد قليل هيكون مع حضراتكم محمد سعيد والنجمين الكبيرين الكابتن شريف عبد المنعم وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ إيهاب الخطيب، هيكونوا مع حضراتكم لاستكمال فرحة صعود النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي، وكواليس حصرية لما يحدث دائما في جنوب إفريقيا بعد نهاية هذا اللقاء. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وألف ألف مبروك لكل جمهور النادي الأهلي. تابعوا قناة النادي الأهلي خلال الساعتين القادمتين الأهلي الليلة. إن شاء الله هكون مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة 10 وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.